مساء الخير. أسبوع جديد، مشاريع عقارية جديدة، أكيد منضوي عليها ببروبرتي يورز لنعطيكم لمحة مفصلة ومفيدة عن أبرز المشاريع بلبنان. خلال كل هالأسبوع رح نتعرف على شركة مباف مع مدير عام هيدي الشركة السيد سامي معماري، اللي رح يحكي لنا بالتفاصيل عن مشروع واي زون بمنطقة اليرزي. أكيد مثل ما عودنا يكون ببروبرتي يورز فقراتنا عديدة، بلا ما ننسى جولة شادي على عقارات للبيع. البعض منا قطع معنا بحلقات سابقة والبعض الآخر لأول مرة رح نتعرف عليهم سوا، بالإضافة لفقرة نيوز لنتعرف على آخر مستجدات سوق العقارات بلبنان. من شو مكونة حلقتنا اليوم؟ أديتوريال. مدير عام شركة مداف سامي معماري، بونسوار. بونسوار. بالبداية يعطينا لمحة سريعة عن شركة مداف، شو أبرز مشاريعها وبأي مناطق شركة مداف بتبني بنيتها؟ خليني خبرك أول شيء عن شركة مداف. هي بلشت بالاسم معماري ديفلوبمنت. نعم. في عندي اثنين عمومتي بالعائلة مهندسين وبلشوا ككونتراكتورز، رجعنا بعدين طورنا الفكرة لحد ما صارت شركة تطوير عقاري. نعم. وعنا مشاريع بعبدة، كسروان والمتن. نعم. لحد تاريخ اليوم عنا تقريبا أكثر من 30 أم 40 مشروع، عملنا بحوالي 300 وحدة عقارية، وطورنا اليوم لحد صرنا في عنا مشروع واحد اللي نحن نحكي عنه الليلة، اللي هو تقريبا أكبر مشاريع عنا إياها، اللي هو واي زون بمنطقة اليرزي. خبرنا شوي عن هالمشروع. هلا هيدا المشروع على شقفة أرض باليرزي تقريبا حوالي 7000 متر. نعم. ومؤلف من 5 أبنية، تقريبيا مساحة المبنية حوالي 13000 متر، في 20000 متر بين مواقف وأمينيتيز، يعني نعم، فاسيليتيز بقلب المشروع. هل هو مشروع سكني أو كمان مشروع سكني؟ نعم، هو مشروع سكني مؤلف من 42 شقة. نعم. وهذا مشروع اشتغلنا عليه كتير حتى يكون بيتناسب مع المنطقة بما هو يعني، خاصة بمنطقة اليرزي اللي هي منطقة كتير حلوة. طبعا هلا اليرزي كمان منطقة مرهوبة من كل العالم. جربنا نحن انه نعمل عدة قياسات شقق، هلا بنحكي عنهم بعدين. نعم. حتى نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس. هل مشاريع مداف محصورة بس بلبنان أم كمان بالخارج؟ بالوقت الحالي برا عم نقدم كونسلتنسي، مش ما عم نعمل تطوير عقاري، عم نركز. نعم. على لبنان، يعني تركيز على لبنان وعلى المنطقة اللي هي بعبدة اليرزي تحديدا. نعم. حسب ما ذكرت مشروع واي زون. نعم. هو مؤلف من 5 بنايات، كيف مقسمين البنايات؟ هلا هالبنايات اجمالا هي عباره كل بنايه عن 5 طوابق. نعم. فيهم شقتين. هلا نحن جربنا قد ما فينا انه هالشقق تكون مختلفه، يعني اول شيء منهم حتى بذات الطابق. نعم. الحيطان منهم قريبين من بعض، المساحات تتراوح بين 170 ل 550 متر. أوكي. اوقات بذات المبنى، يعني عملنا سيستم كل واحد يكون عنده شقة هيك ترضي كل الأزواج، اللي بدهم شقة صغيرة واللي بدهم شقة أكبر. وبذات وقت الكليونتال كل واحد بيطلع له شيء، يعني عندنا شاغلين على نسبة الحدايق، يعني تقريبا 3 طوابق من البناية في عندها. نعم. جنينات، وعلى السطح عاملين جنينة لكل شقة مع بيسين بريفي كمان. حلو. عاملين شيء يعني تقريبيا كل واحد انه شو عباله يكون عنده برايفسي بيقدر يحصل عليها ويكون قاعد بمجمع سكني لكجوريوس. اكيد. سامي معماري، مدير عام شركه مداف، بدي اشكرك على كل هالمعلومات. رح نتابع حديثنا معك، وكمان رح نحكي بالتفاصيل اكثر عن السيرفيسز او الخدمات المتوفره. أكيد. بمشروع واي زون بمنطقه اليرزي. بريك صغير وبنرجع منتابع بروبرتي يورز. رجعنا سوا من بعد البريك، وهلا your properties. شادي رح يعرفنا بالتفاصيل عن أبرز العقارات للبيع. فيجن 210 بروجي بناية مؤلف من شقق سكنية للبيع، 12 طابق بالإضافة لطابق دوبلكس على الروف، كل طابق شقة. واللوكيشن لفيجن 210
على حدود سوليدير جنب سرايا الكبير. كل شقة بهالمشروع مساحتها 225 متر مربع، هاي كواليتي ستاندردز، ثلاث غرف نوم بالإضافة لاثنين باركينج لكل شقة. الشيء اللي بيميز هيدا البروجي هو الهندسة الرائعة والفيو الحلو. برايم لوكيشن لبروجي فيجن 210 overlooking لجبال لبنان بالإضافة للبحر من فوق داون تاون بيروت. 4500 دولار بالمتر starting price with delivery date بجولاي 2013. بيوقع مشروع بوتشاي هيلز على الخط الرئيسي الممتد من الحدث لوادي شحرور على مسافة 12 دقيقة من وسط العاصمة بيروت والمطار. أما المساحة العقارية لبوتشاي هيلز فهي 85,000 متر مربع، أفسحت بالمجال إلى خلق بيئة خاصة بالمشروع، مساحات وحدائق خضراء، استراحات وملاعب مجهزة للأطفال، ملاعب رياضية متنوعة، و550 شقة سكنية مختلفة الأحجام والمساحات، وبتتراوح ما بين 80 متر مربع و300 متر مربع. سوق تجاري خاص متخصص ومتنوع، مقاهي ومطاعم، سوبر ماركت، صيدلية وفرن. كذلك بيوفر المشروع مكاتب، عيادات، صلاة عرض، نادي رياضي وحضانة للأطفال. إضافة إلى ذلك بيتمتع بمركزية الدش والإنترنت ومولدات كهربائية خاصة. المشروع كمان بيأمن مساحات إضافية لخدمة البناء ومواقف للسيارات، ممرات ومداخل، إضافة إلى غرفة للتقنيات. نحن بقضاء المتن وبمنطقة عين سعادة عين نجم. دوبلكس لوفت للبيع بهالبناية الجديدة ومدخل من بوابة على الكهرباء. مساحة اللوفت من جوا 340 متر مربع، 200 متر أول طابق و140 متر تاني طابق. تواليت للضيوف بالإضافة لغرفة نوم للضيوف مع حمامة. الريسبشن أريا مؤلفة من ليفينج، صالون وداينينج مفتوحة على الكيتشن. أكيد كل الأريا هون بتطلعنا على تراس بيطل على الفيو. تاني طابق من هاللوفت مطل على كل الأريا لتحت على علو سقف 6 أمتار تقريبا. هالطابق هون مؤلف من 3 غرف نوم، 2 منهم إلهم تواليت لإلهم، وأكيد الماستر بدروم مع ووك إن كلوزيت وتواليت تابع لإله. تابع لهالدوبلكس لوفت غرفة على الروف مساحتها تقريباً 15 متر مربع، يستفاد منها لميد روم، لاندري روم أو حتى ستوريج روم. من هالواجهة الاستثنائية يلي بتميز هيدا اللوفت بتطلعنا على بالكون مطل على فيو باتجاه البحر. اللوفت مجهز بشوفاج سبليت اي سي يونيتس بالإضافة لهاي اند فينيشينج بأحسن الماتيريال إيطاليان سيراميكس وإيطاليان أكسسوريز. عين سعادة بعين نجم 340 متر مربع لوفت دوبلكس، أربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر بدروم بالإضافة لباركينج تحت الأرض. نحن بالحازمية وتحديداً بمنطقة نيو مرتقلة لنتعرف على مشروع جديد اسمه إليت بيرل. مشروع بعده under construction والشقق الافيلبل فيه هن اثنين دوبلكس على اخر طابق. كل دوبلكس مساحته 357 متر مربع. إليت بيرل مشروع سوبر ديلوكس هاي كواليتي فينيشينج من الدوبلكس فيو جبل وبحر بالاضافه لثلاثه باركينج اندر جراوند وديليفري ديت بسمر 2014. أبرز أخبار العقارات بلبنان، منعرف كل التفاصيل بريل استيت نيوز. حافظت العاصمة بيروت على أعلى معدل استثمار للرخصة العقارية الوحدة عام 2012،
فالمساحة اللي بتبلغ 1,000,000 متر مربع تقريباً حازت على 908 رخص بمعدل وسطي 1,101 متر مربع للرخصة. وتبعتها محافظة جبل لبنان باستثمار مساحة بتبلغ 6,388,468 متر مربع موزعة على 7,584 رخصة بمعدل 842 متر مربع للرخصة. وبتبلغ المساحات المرخصة بمحافظة الشمال 138,530 متر مربع موزعة على 184 رخصة بمعدل وسطي 753 متر مربع. وبتبلغ المساحات المرخصة بمحافظة البقاع 1,191,707 متر مربع موزعة على 1,718 رخصة بمعدل 694 متر مربع للرخصة الوحدة. وبالجنوب بتبلغ المساحات المرخصة 1,369,583 متر مربع بمعدل وسطي 557 متر مربع للرخصة. أما المساحات المرخصة بمحافظة النبطية 834,445 متر مربع موزعة على 1,839 رخصة بمعدل 454 متر مربع للرخصة الوحدة. من ناحية أخرى شهد القطاع العقاري تراجع بمعاملات البيع العقارية بنسبة 10.44% على صعيد سنوي ل 562.65 معاملة حتى شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ولكن شهد تحسن خلال الشهر نفسه مع ارتفاع عدد المعاملات العقارية ل 6,481 معاملة مقارنة مع 6,460 معاملة خلال شهر تشرين الأول 2012. ومع هالخبر حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها. إذا عندكم أي سؤال فيكم تتراسلوا معنا عبر البريد الإلكتروني info@propertyyours.com. للمزيد من المعلومات تابعونا على الموقع الإلكتروني propertyyours.com، وفيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تمرق على أسفل الشاشة، وكمان ما تنسوا صفحتنا على فيسبوك. أنا بشوفكم بكرة، بونسوار.